طوبى مولدي الزويبي. سي مولدي اهلا وسهلا مرحبا بك. حياتي مرحبا. شكرا على قبول دعوتنا، اهلا وسهلا. نحكي على عوده القطار، اكيد فما استبشار من عدد من التوانسه، قطار ربط خط مباشر بين تونس والجزائر بعد وصول اولى الرحلات من الجزائر نحو تونس. اليوم 8 متاع الصباح انطلق من محطه رادس هذا القطار. تعطينا اكثر تفاصيل على هذه الرحله، تكلفه التذكره، عدد الركاب، وكيف استقبل هذه خاصه هذا الخط، خط تونس الجزائر، عوده هذا القطار. هو في الحقيقة الخط عنده يعني هو طابع في ذاكرة التونسيين اللي يعرفوا يستعملوه في وقت سابق، لأنه هو يعني مقصر المسافات بين البلدين، فضلا على أنه معزز لأطر العلاقة، سواء كان العلاقات الثقافية والاجتماعية بين يعني متساكني تلك المناطق خاصة الحدودية القريبة من كلا يعني البلدين. وبطبيعة الحال مثلا العودة مثلت نقطة معناها مهمة في بالنسبة للمسافرين، سواء كان الجزائريين أو التونسيين كذلك. وبارح بطبيعة الحال يعني حضروا وزراء، وزير النقل الجزائري ووزيرة النقل بالنيابة التونسية، وأعطوا إشارة انطلاق من محطة دولية غار الدماء. واليوم بطبيعة الحال هو العودة، لأنه هو قطار جزائري عاد من محطة برشلونة انطلاقا من الساعة 8. يتوقف عند محطات معينة بعينها كما كان قبل 30 سنة، هي محطة باجة أولا وهو باتجاه عنابة، ومحطة جندوبة، ومحطة غار الدماء، ومحطة سوق حراس التراب الجزائري، ثم وصولا إلى عنابة. بطبيعة الحال السفرة هذه عندها زوز أسعار، يعني هو يقطع قرابة 367 كيلومتر بين عنابة وتونس، والسفرة 71 دينار على مستوى الدرجة الثانية، و 81 دينار ذهابا وإيابا، نتحدث بطبيعة الحال على مستوى الدرجة الأولى. القطار شفناه البارح وشفناه اليوم، معناها كونه قطار معناها في يعني في في درجة من الاحترام، معناها مقارنة ربما ببعض القطارات الموجودة، ولكن يستوجب بظل الأمر أنه حسب ما حكى زوز وزراء أن هناك خطة لتطوير الخط الحديدي ولتطوير كذلك العربات حتى يعني تواكب ربما التطورات الموجودة. على نفهمه من كلامهم ينجم يكون فما اقتناء عربات جديدة لهذا الخط؟ ومش فقط هو في الحقيقة البارحة اللي حكوه الوزراء، مش فقط تطوير العربات واقتناء عربات جديدة، بل هم يفكروا بكون هناك ربما مش يحبوا يمدوا في الخط هذا، يحبوا يدخلوا لإفريقيا باسم شراكة تونسية جزائرية. يمشي لدول إفريقية أخرى. حتى وزيرة النقل تحدثت على أن هناك العديد من الاتفاقيات التي ستبرم في الأفق مع نظيرها الجزائري في أكثر من نقل، مش فقط النقل الحديدي، ربما حتى في النقل البحري والنقل الجوي. وتعرفي أنت في جندوبة بالأساس مطار طبرقة اللي هو مطار معناها رائد من حيث البنية التحتية وحتى من ناحية الجمالية والمكان، ما يشتغلش بالطاقة، ما يشتغلش هو أصلا في المشهد، ويبدو أن هناك في الأفق ربما محاولات ومشاريع لتنشيط هذا المطار وبطبيعة الحال يولي هناك تنوع في النقل، في أسطول النقل من البري إلى البحري إلى الحديدي، وحتى ربما يكون هناك يعني علاقات بطبيعة الحال سيدعم العلاقات الاقتصادية بدون شك، وسيدعم العلاقات الثقافية، اللي أنت تعرفي الشريط الحدودي التونسي الجزائري شريط طويل، معناه أكثر تقريب قرابة 900 كيلومتر، يفهم أكثر من مليوني ساكن يعني في الشق التونسي، وأكثر منهم في الشق الجزائري. وبطبيعة الحال هذوما يتعاملوا في معاملات معناها يمشوا لبعضهم ويزوروا بعضهم ويزوروا البلدين، فضلا على أنه المعابر الحدودية الموجودة على هذا الشريط هي معابر تعج بالسواح الجزائريين، خاصة في فترة الصيف اللي يجوا يقضوا العطلة نتاعهم. يعني ربما سيعزز هذا القطار بطبيعة الحال هذه الحركية، وسيعطيها ربما نوع من الدفع الجديد، فضلا على أنه يشير إلى أنه هناك تطور في مستوى العلاقات وربما تثمينها نحو الأفضل. طاقة استيعاب هذا القطار الرحلة قديش تقريبا، قديش من مسافر؟ طاقة الاستيعاب تفوق 300 مسافر
القطار بطبيعة الحال نعرف أن القطار هو قطار دولي، يعني بطبيعة الحال يعني وتصاحبه هو يعني أعوان من الديوانة وهناك أعوان من الأمن في المحطات الأساسية بطبيعة الحال في المحطة الدولية غير دماء، لابد بأن المغادر سيفتش بطبيعة الحال وسيخضع لإجراءات الجمركية، كما أنه الذي يدخل التراب التونسي بطبيعة الحال سيخضع إلى مثل هذه الإجراءات كما نشوف فيها في المطار وكما نشوف فيها في الموانئ البحرية. وهذا يعني خصوصية لإجراءات طويلة مش طويلة على مستوى عملية التفتيش والإجراءات هذه ولا عادية؟ الحقيقة تو أنا تحكي لي 30 سنة قبل سافرت فيه اليوم البارح شفنا معناها أنه ما كانتش ربما الإجراءات الديوانية كانت تتم في القطار. البارح كون هناك أماكن جهزت أساساً معناها لقيام دوب ما يقطع التذكرة متاعه معناها مباشرة أنه ينجم يتعدى معناها للديوان قبل ما يطلع في القطار، وهذا ربما يخفف نوع لأنه الحركية داخل القطار تعرف هي عادة هو راه القطار هذا هو قطار مسافرين، هو قطار سواح، هو قطار العائلات الحقيقة راه يمشوا فيه الأطفال يمشوا فيه العائلات، معناها يعملوا رحلة ينجموا يعملوا رحلة للعنابة ومن عنابة يعملوا رحلة لتونس بطبيعة الحال، وثلاثة رحلات في الأسبوع معناها حسب برنامج معناها الطرفين معناها وزارتي النقل في الجزائر وفي تونس، و 300 أكثر من 300 شخص معناها تقريبا يهز، أعتقد أنه 300 شخص معناها في مستوى أسبوع يعني هناك 900 مسافر يعني في اتجاه واحد و 900 مسافر في اتجاه ثاني، يعني حوالي 1800 مسافر تقريبا هو عدد يعني يعتبر عدد محترم وعدد يمكن أن يراهن عليه في توطيد ربما العلاقة بين الشعبين. معناه ينجم يمشي عادي نهار في عنابة وبعد يرجع من غدوة معناتها يسافر نحو تونس يعني أو كسفرة. الباهي في الواحد مش نعملوا دعاية للشركة. راهو الباهي في التران تاخذ التران من تونس الصباح توصل العشية لأنه العنابة تنجم معناها في الصيف كيما هكا ما يعني يبقوا عنابة تبقى حية للصباح. يعني ينجم مش بالضرورة حتى باش يقيم كان يحب حتى في فندق، أما ينجم سوا ديزوا يعمل دورة وإلى غير ذلك وغدوة سهرية ومن غدوة يروح يعود وعلى هاوكا سفرة تنجم تكون تبدل تلك السرعة يظهر لي السرعة الحقيقة هذايا ملاحظة معناها اللي لاحظوها برشا أنه شوفوا نحن وهو ماهوش تي جي في بيان سور، ولكن المفترض واعتقد انه هذا داخل حتى في الاستراتيجيه تاع تطوير وتحديث معناها الشبكه وهذه هذا القطار، هو انه كيف يمكن ان يتحول هذا القطار ليكون سريع اكثر ما يمكن حتى لا يشكل مصدر قلق بالنسبه للمسافرين وطول السفره. قديش السفره تدوم تقريبا؟ والله هناك حديث معناها على انه السفره تدوم بين 8-10 ساعات مع 8-10 ساعات نمشيو لدولة أخرى. احنا حكينا امبارح على ترين وخرج نص الليل من جابز وصل نص النهار ونص لتونس، معناها 10 ساعات 8-10 ساعات يعتبر عادي. معناها هو راهو 300 معناها 370 تقريبا كيلومتر معناها باش تقطعها في 10 ساعات أو في 8 ساعات بكل الإجراءات في قطار عادي، معناها ما هوش قطار نقولوا احنا اكسبريس ولا غير ذلك. هو العادي. ما قلت انه يأمل المسافرون بان يتطور هذا القطار، لما لا يولوا 3 ساعات عوض عن 8 أو 4 ساعات وربما يكون معناها افضل، وفي نفس الوقت يدعم معناها حركية هذا القطار ويدعم معناها يعزز قدرته في القيام بدوره وبنشاط معناها متميز. إن شاء الله هذا ما نتمناه، وشكرا لك فضلك على كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه التوضيحات حول هذه الرحلة، حول عودة هذه الرحلة بعد توقف تقريبا أكثر من 30 سنة بين تونس والجزائر. مولدي زوابي نشط المجتمع المدني في ولاية جندوبة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم لقاءنا بعد شوية، ناخذ تليفوناتكم في المباشر على 31-328-330 نحكيوا على موسم السؤال ده. اسمع الموسيقى وحفلها في نايت كلوب ليزاني بونور وسبور غرام، مال عيش غرامك مع سبور ماك على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. أولا سيف سنان ديوان فام هي الموجة اللي توديك، ابدأ نهارك مع أحلى ناس الديوان، وصبحية الويكاند مع ويكاند عالكيف. تبع
آخر الأخبار السياسية في هنا تونس، وما يفوتك شيء فيه منك نسمع. اسمع الغرايب والعجايب وأقوى الحكايات في بولا الريف. لاكتواليتي، آخر المستجدات الفنية والثقافية مع فان تايم وسام فايبس. الجو مازال دي جي خميكس كوب سامهيز. اسمع الموسيقى وحفلها في نايت كلوب ليزاني بونور وسبور غرام. مال عيش غرامك مع سبور ماك على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. أولا سيف سناء ديوان فام، هي الموجة اللي توديك. ابدأ نهارك مع أحلى ناس، ناس الديوان، وصبحية الويكاند. مسالد وإلى لا، شنية وضعية السالد الجمعة في تونس؟ استقبلنا تليفوناتكم على 31-328-330. ناخذ مدام فاطمة من صفاقس. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، صباح النور. النور، شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. مدام فاطمة، مازال فما سالد في البلاد ولا شعار وبر؟ والله العادة نستنى وصل كما الناس الكل، أما مالوريزمون ما عادش تمام مصداقية. ما عادش فما مصداقية، كيفاش؟ ما عادش فما مصداقية، مثلا دورك